مناطق المحافظة على حد سواء، الأمر الذي جعل منها مثالا يحتذى به من بين باقي المحافظات العراقية. وفي هذا السياق وفي إطار جهود إدارة محافظة كركوك للارتقاء بواقع الخدمات المقدمة، افتتح دكتور نجم الدين كريم اليوم ثانوية للبنات في منطقة شوراو، كما وضع حجر الأساس لمشروع بناء مساكن للمعلمين وتفقد عددا من المشاريع الاستثماراتية في كركوك والتي هي الآن قيد التنفيذ. تفاصيل أوفى مع يشار خالد. وجه محافظ كركوك الدكتور نجم الدين كريم الرسالة إلى أبناء كركوك بأن إدارة المحافظة حريصة بتنفيذ المشاريع الخدمية والاستراتيجية والاستثمارية ولكافة مناطق كركوك على حد سواء. جاء ذلك خلال افتتاح ثانوية للبنات في منطقة الشوراو ووضع حجر الأساس لمجمع سكني للمعلمين في كركوك وتفقده عددا من المشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز. أول افتتاح كان مع برفقة الأخ كاغريبور طالباني، ذهبنا إلى شوراو، تم افتتاح مدرسة 18 صف في شوراف والطلبة يداومون في هذه المدرسة، لهم بعض الاحتياجات الخفيفة وإن شاء الله سنزودهم ونسد النواقص. ثم أتينا إلى المشاريع الاستثمارية للمجاميع السكنية، زرنا مجمع كركوك سيدي وجوان سيدي، وترون بأنفسكم بأن العالم عمل متقدم في هذه المشاريع، وهذا طبعا يخفف الضغط على المدينة ويفسح المجال لمن يتمكن من شراء هذه الوحدات السكنية لتسهيل معيشتهم. وهناك برنامج خاص في كركوك سيتي بالنسبة للمعلمين والمدرسين، وهذا يساعدهم بتمديد الأقساط إلى مدد أطول، والأسعار مناسبة حقيقة. يعني أنا أريد أن أقول ونحن في المحافظة سوف نبذل ما في وسعنا من أجل تزويدهم بالخدمات اللازمة. رسالتنا أننا سوف نستمر بالعمل، والإدارة ومجلس المحافظة سوف نعمل معا من أجل الاستمرار في أعمالنا، وحتى في الظروف الصعبة عندما توقفت الأعمال في معظم أنحاء العراق، كركوك لم تتوقف ولا يوما واحدا، ونحن في انتظار التمويل من بغداد، لأننا لم نستلم استحقاقاتنا من وزارة المالية خلال أكثر من شهرين ونصف، وهذا طبعا يؤدي إلى عرقلة تقدم المشاريع، ونحن نطالب معالي وزير المالية بالتدخل شخصيا من أجل إرسال استحقاقات كركوك. مدير تربية كركوك ومدير هيئة الاستثمار أشاد بجهود إدارة المحافظة في تذليل المعوقات كافة لإنجاز مشاريع استراتيجية في كركوك، مثمنين في الوقت ذاته الملاحم البطولية لقوات البشمركة في تكريس الأمن والاستقرار في المحافظة. هذه المدرسة حقيقة من المدارس الكبيرة والتي تحظى بتصميم جيد وبناء على أسس حديثة جدا. هذه البناية هي إحدى إنجازات مشاريع النفع العام والبترودولار التي قدمتها محافظة كركوك لأبناء هذه المحافظة. أكيد هذا التقديم كان بتضافر الجهود وتعاونها من قبل إدارة المحافظة ومجلس المحافظة. المدير العام لتربية محافظة كركوك تحظى وتمتاز بدعم السادة المسؤولين في هذه المحافظة، ولله الحمد الأبنية المدرسية في داخل المحافظة وخارجها هي أبنية أغلبها جيدة جدا، وفي هذه الموازنة لسنة 2014 وسنة 2015 القادمة إن شاء الله هناك مشاريع وتصاميم حديثة غير التصاميم التقليدية التي كانت تبنى في المعتاد. هذه المدرسة كلفتها أكثر من 2 مليار دينار عراقي. هذه المدرسة بالتأكيد هي تحوي على أكثر من 18 صف. في تضافر الجهود الأمنية من قوات البشمركة والقوات الأمنية الأخرى وإدارة المحافظة ومراعاة هذا النسيج المجتمعي الجميل في هذه المحافظة، كلها هي هذه عوامل إن شاء الله ستفرز الأمان والاستقرار في هذه المحافظة. نحن مسرورون جدا اليوم بوضع حجر أساس لمشروع مجمعات سكنية لشريحة المعلمين الذي هو نوع من
عطاء لهذه الشريعة التي نحن مطلوبون بصراحة على هذه الشريحة. حملة الإعمار والخدمات التي شهدتها محافظة كركوك خلال 3 سنوات الماضية جعلتها مثالا يحتذى بها من بين المحافظات الأخرى. رسالة محافظ كركوك الدكتور نجم الدين كريم كانت واضحة وصريحة لأبناء المدينة بكافة قومياتهم، إن المشاريع الاستراتيجية والخدمية والاستثمارية ستستمر في المدينة، وستكون مدينة كركوك مدينة يضاهي المدن العالمية. من أمام أحد المشاريع الاستثمارية في كركوك يشار خالد، فضائية كركوك. كما حضر الدكتور نجم الدين كريم مع عدد من أعضاء